يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين. خلال الزيارة يعقد الرئيس لقاءات مع قيادات دولة الإمارات لبحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. تأتي زيارة الرئيس لأبو ظبي في إطار التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية الدول العربية.